أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. امرأة أجرت عملية بالمستشفى وصلت 3 أيام بدون وضوء لعدم قدرتها على استعمال الماء. امرأة أجرت عملية بالمستشفى وصلت 3 أيام بدون وضوء لعدم قدرتها على استعمال الماء وطلبت من زوجها إحضار تراب حتى تتيمم به، ولكنه ما وجده بالمستشفى فصلت بدون وضوء ولا تيمم. السؤال: هل صلاتها صحيحة أم عليها الإعادة؟ صلاتها صحيحة إن شاء الله، لأنها أدت ما تقدر عليه. الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعت. فإذا كانت لا تقدر على الماء وأيضا لا تقدر على التراب، ما عندها تراب، تعذر عليها الأمران وخشيت من خروج الوقت، إنها تصلي على حسب حالها. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.